يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى التوسل بجاه المخلوق؟ وهل يختلف عن التوسل بحق المخلوق عند الله عز وجل؟ لم يرد التوسل بحق المخلوق ولا بجاه المخلوق، هذا شيء لم يرد لما في ذلك من الغلو. والتوسل بالحق، الحق على الله جل وعلا، وليس لأحد حق على الله إلا ما تفضل الله به، ليس للعباد حق واجب على الله، وإنما هو حق تفضل به سبحانه وتعالى. وأما الجاه فمعناه المكانة والمنزلة، فلا يتوسل بمكانة أحد عند الله أو منزلة أحد عند الله، وإن كان من المقربين من الملائكة والأنبياء والمرسلين. نعم، فلا يتخذ قربه من الله ومكانته عند الله، لا تتخذ وسيلة إلى الله جل وعلا. نعم.